هل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل إلا شخصا واحدا؟ صحيح، وهو أبي بن خلف. أبي بن خلف هو الوحيد الذي قتله النبي صلى الله عليه وسلم. أما ماذا كان يفعل بالغزوات؟ النبي قائد من بعيد ويوجه صلى الله عليه وسلم، وهذا هو القائد عادة، يوجه من بعيد وكذا، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يقتل بيده إلا أبي بن خلف.